There seems to be a sudden general explosion of mass homicide. And now, bring out his opponent to the ring, fighting out of the blue corner, Nusho Shenshuman, Zhong Woman, Wying, Zhong Hua Taipei, Chuan Lai. Ladies and gentlemen, and we're underway in our ring with bout 210 here in your men's semifinals evening session number 18. Bout 210 in session number 18 is sanctioned for three-minute rounds in a men's light welterweight 63.5 kg matchup. Your five judges being represented here tonight ringside are from India, Ireland, Algeria, Bulgaria, and finally the Kingdom of Thailand. And when the action begins, your man in the center of the ring giving off the instructions, representing the IBA by way of Morocco, with referee Abdel Latif Makfouli. This is round one. إذن سيداتي أنساتي سادتي، والآن وفي وزن 63 كيلوغرام في اللقاء الذي يجمع من تايبي في الركن الأحمر تشوان لاي، ومن أوزبكستان عبدالأيف رسلان في الركن الأزرق. إذن أوزبكستان في مواجهة مع تايبي. إذن الملاكم التايبي لاي تشوان من مواليد عام 1996، 23 يوليو، هو مثل بلاده في دورة الألعاب الأولمبية في ريو جانيرو سابقا، الآن في مواجهة مع البطل الأوزبكي عبدالأيف رسلان. في وزن 63 كيلو جرام، طبعا ايضا هذا الوزن لم يشارك فيه الاردن، كان هو وزن البطل عباد الكسبة، وكان قد تعرض لاصابة، ولكن تشوان لاي عبدالأيف رسلان 63.5 كيلو جرام يسيطر لغاية الان على هذا النزال. انظر اللكمات القوية لرسلان عبدالأيف رسلان، إذن الحكم يطلب رفع الرأس لملاكم تايبي تشوان لاي. أيضا مثل فلسطين في هذا الوزن البطل الفلسطيني عبد الرحمن أبو ناب، ولكن خرج من الدور الأول بعد مباراة قوية قدم فيها مستوى عالي جدا.
إذا انتهت الجولة الأولى وتقدم واضح لأوزبكستان بالعلامة الكاملة 5-0. عبدالعيف رسلان فاز في هذه الجولة بالكامل. إذن فيتنام عفوا تايبي تشو إن لاي وصل للدور النصف النهائي، ولكن الجولة الأولى الآن لعبدالعيف رسلان علامة كاملة، والجولة الثانية إن فاز بها أيضا عبدالعيف رسلان فسيصعب الوضع على الملاكم تايبي تشو إن لاي. This is round two. إذن بدأت الجولة الثانية وكلا الملاكمين بالقرد الأعصر، ويتحكم في اللقاء بالكامل عبدالعيف رسلان. إذن يستطيع أن يوصل لكماته بشكل جيد. انظر للكمة اليسار عندما يطلقها، نعم، سواء الى بالابركت الى المعدة وسواء الى الوجه. التوقيتات الرهيبه لرسلان بين الحين والاخر رغم الاداء الجميل ايضا للملاكم تايبي تشو إن لاي. اذا الذين وصلوا لهذا الدور من الملاكمين الدول الاسيويه هم الافضل اسيويا في المربع الذهبي. إذا نشاهد هنا أداء متميز لكلا الملاكمين، لمحات دفاعية ولمحات هجومية قوية، توافقات عصبية عضلية عالية جدا، سيطرة وتحكم بالأداء، يعني أداء يحترم من كلا الملاكمين. انظر المراوغات عن المستقيم اليمين والمستقيم اليسار والهوك اليمين. إذا انظر ملاكم تايبي يلعب بالجاردين، يتحرك ملاكم أوزبكستان الآن يغير إلى الجارد العادي ويتحرك بكلتا الجاردين بطريقة جميلة ورائعة. ينتقل من الجارد العادي إلى الجارد الآخر، يحاول التمويه على الخصم، يحاول تشويش الخصم بهذه الطريقة، لأن الجارد العادي ليس كالجارد الآخر. والملاكم الذي يتقن اللعب بالجاردين هو ملاكم يعني متمكن وملاكم جيد وممتاز الأداء. إذا نحاول نلاحظ الحصار الذي يقوم به الآن عبدالعيف، وأيضا فك الحصار الذي قام به قبل قليل ملاكم تايبي. إذا هنالك تدريبات قوية تكون على الحصار وفك الحصار حتى يتمكن اللاعب من تحديد الحركة لخصمه. في انظر الآن في زاوية معينة، هل سيفك الحصار عن نفسه؟ انظر التمويهات التي يقوم بها، ثم هجوم ويعيد عبدالعيف رسلان إلى الخلف لكي يتحرك بحرية تشو إن لاي. ولكمات جميلة، مراوغات جميلة، وإصابة بالهوك، ولكن بعد كل ذلك يأتي عبدالعيف رسلان ويوجه مجموعات لكمية إلى تشو إن لاي تعزز من تفوق عبدالعيف. إذا ليست الفكرة فقط أن تراوغ وتلكم وكذا، ولكن أن تتحكم بالكامل في زمام المباراة وقبل أوقات لكم الدفاع. انتهت الجولة الثانية وتقدم واضح أيضا في جولتين. إذا ذهبت الجولة إلى عبدالعيف رسلان، وأصبحت الجولة الثالثة الآن تحصيل حاصل نقطيا. المباراة ساقطة لمصلحة أوزبكستان عبدالعيف رسلان. الفرص المتبقية أمام تشو إن لاي هي RSC أو KO أو الانسحاب، ما لا تعلم. هناك خيارات كثيرة ولكنها ليست في متناول اليد، أو لنقل فليسعى إليها تشو إن لاي إن استطاع إلى ذلك سبيلا. هنا الملاكم الدولي عصام جابر يظهر على الشاشة، وكان أيضا الحكم الأردني ناجح نافع. وأنا أعود الآن
إلى الجولة الثالثة والأخيرة، وكما ذكرنا هي نقطيا ساقطة لمصلحة عبد الأيف رسلان مهما كانت النتيجة، ولكن رسلان بالتأكيد يحب أن يعزز أيضا فوزه في الجولة الثالثة. غالبا الملاكمون الذين يكونون قد ضمنوا الفوز في الجولتين الأولى والثانية بالعلامة كاملة أو فارق كبير من النقاط يحاولون طبعا تمشية، خلينا نحكي تمشية الجولة الثالثة والأخيرة بأي طريقة كانت، سواء بالدفاع أو بالتحركات أو بالانسحاب، لكن ما نراه الآن من عبد الرحيم رسلان لا، ولكن بقي يهاجم وبقي يقتنص النقاط وبقي يسيطر على الملاكم تشو أن لاي. إذن استعراض للمهارات، استعراض للقوة، أوزبكستان الآن تحاول أن تضع قدمها على النهايات بأكبر عدد ممكن من الملاكمين، لم تتمكن من وضع قدمها على النهايات في عدد كبير من الملاكمات، لذلك تسعى في فئة الذكور أن تكون ليكون لها تواجد، وتواجد كبير جدا يوازي الحجم وقوة وأداء الملاكمة الأوزبكستانية ووجودها على الساحة الآسيوية والدولية. إذن العديد من ملاكمي كازاخستان حجزوا مقاعدهم مبكرا خاصة في الأوزان الخفيفة، وتحاول أوزبكستان الآن في بقية الأوزان الثقيلة القادمة أن تحجز أيضا موقعها في النهائيات. أداء جميل لعبد الأيف رسلان، سيطرة كاملة، قوة في الأداء، روعة في الأداء أيضا، تحكم كامل في المباراة، ومجموعات لكمية متنوعة، أبركات، هوك مستقيم، إذن يلكم من جميع الاتجاهات وبشتى الطرق، يلعب بالجارد الأصغر، يلعب بالجارد العادي. إذن حتى نهاية المباراة بقي عبد الأيف مسيطرا وممسكا بزمام الأمور كاملة بيده. إذن انظر التوقيت في اللكم، انظر يستقبل اللكمات على اليدين ثم يخطف لكمة سريعة، هذا التوافقات العصبية العضلية الرائعة هذه لدى كلا الملاكمين. أيضا هنالك دفاع جيد من تشو إن لاي، يعني لكمات عديدة ذهبت في الهواء. انتهت الجولة الثالثة والأخيرة، وتفوق واضح لعبد الأيف رسلان، حسم أمره في الجولتين الأولى والثانية وقدم أداء رائعا يوازي الجولتين الأولى والثانية في الجولة الثالثة. وننتظر الآن الإعلان الرسمي عن نتيجة هذا اللقاء ونقاط الجولة الثالثة. Ladies and gentlemen, bout 210 here in your men's semifinal evening. Session number 18 comes to a close after completing three-minute rounds in a men's light welterweight 63.5 kg matchup. We go to the scorecards where all your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision. To the red corner is Uzbekistan, Ruslan Abbas.